ياسين مرياح. 20 دقيقة قبل وقت الضائع نهاية المباراة. مرياح يوسف المساكني، حط كورة ومش ممكن، والهدف الأول. 1-0 وابي الخزري. يفتح باب التسجيل. الحمد لله ما خرجش وهبي الخزري. هذا هو على كورة على يتنسال يسجل الهدف الأول. قلت لكم ماتش واحد بلاش تستاهلوه، قلت لكم أنه من دقيقتين تقريبا قيت العكاشي في 2015، هذا وقت الخزري. وجيبوا راجين درابارسار يا غينيا. شوف الكورة من مساكني، شوف القيمة بتاع يوسف، شوف الهربة بتاع البدري، شوف الدوبل والباس لاسيست في التسليم والكورة في الشبكة. 1-0 بدري خزري، جول. 1-0 للفريق التونسي. الهدف 19 لواب الخزري. حضرت له ليستا سبحان الله، 11 منتخب ماركا فيهم، هذا 12 غير الاستوائية، باش يحطم رقم مساعد المدرب عادل باش يفوت فرانسيلاو دو سانتوس. دعواتكم ليبيين بان يكون قابر عساقة على التصدي. شاورنا عساقة يتصدى للركلة. سامطا لاعب صاحب خبرة ولكن لاعبية كبار ضيعوا. عساقة هل يبقينا في المباراة؟ امباتيا سباقية تنزانيا. يتقدم سامطا، يضع كرة في المرمى. هدف التقدم للمنتخب التنزاني. تنزانيا 1-0 ليبيا لا شيء من علامة الجزاء يسجل المنتخب التنزاني. اللاعب سامطا اللي اسكن كرة في منتصف المرمى من علامة الجزاء. سنب سيتقدم للركلة. سند الوفلي وفرصة العودة لمنتخب ليبيا. سند سيتقدم للركلة. سند يتقدم هذه المرة على يسار شرعة. 1-1 منتخب ليبيا عبر النتيجة. 1-1 سجل منتخب تنزانيا من ضربة جزاء عن طريق سامطا ويعدل للفرسان. سند من ضربة جزاء على يسار جمعة كالسيجا. عودة الروح للفرسان ومنتخب ليبيا يرجع للمباراة. النتيجة 1-1 الآن نحتاج لهدف آخر. هدف آخر يساوي انتصار، هدف يساوي 3 نقاط. 1-1 فيه متسع من الوقت. سند اللي عنده هدف على مستوى تصفيات كاس افريقيا كان في تونس في يونان برادس لقاء ليبيا المغرب. ان شاء الله يكون مفتاح الفوز، كونه داخل منطقه الجزاء. فرصه ليبيه تبعيد والثاني. يلا 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 جول جول. والسادو سجل، السادو جابه هدف الانتصار عن طريق الماتادور المغوار. المنتخب الليبي سجل هدف هام جدا لمنتخب ليبيا. سالتو جيب الهدف الغالي يا سالتو، بالفرنسي مانيفيك، بالطلياني مانينيكو، بالعربية انت رائع يا سالتو. سالتو يسجل هدف الانتصار. منتخبنا الغالي يحقق المطلوب ويحقق الاماني. الجمال والخيال والكمال والارتجال في الشوط الثاني من رجال ليبيا. الركنيه دعونا نتابع الضربه الحره. رشيد الاليوي فعل مرارا مع فريقه اونجي. الحكم يعطي الاشاره. الاليوي سدد هكذا. جول وجول 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 جول 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 للمنتخب المغربي. المتابعه واي متابعه لهذه الكره مشاهدينا الكرام. بعد الاولى للاليوي المتابعه من نصير، من سنتابع لهذا مرة أخرى مشاهدينا الكرام؟ نصير المزراوي من تابع الدائرة الأيمن. قلت لكم بأن المعطيات اليوم هي في مصلحة المنتخب المغربي، وقلت لكم بأن الكرة الثابتة اليوم قد تكون حاسمة. نصير المزراوي هو من حسم بعد التسديدة القوية. قذيفة أرسل العلي ومتابع من جوناثان، لكن يقتنع
الثالثة نصير المزراوي أمامنا على الصورة. أول أهداف بالمناسبة مع المنتخب الوطني، أول الأهداف هنا بالعاصمة البوروندية بوشامبورا. نعم جوناتان الذي قاوم كرة رشيد العليوي ولكن لم يقاوم هذا الحضور وهذا التواجد للاعب نصير المزراوي. شوف الرياضة حكيمي، شوف الطريقة التي يتبادل بها الكرة عناصر المنتخب المغربي هذه العرضية الراسية. قالوا انصيري ماذا ضيعت، انصيري ماذا ضيعت، إمكانية الجول، إمكانية الجول. أخيرا يا انصيري تسجل الهدف الثاني. جول بعد لعبة جميلة وبعد هجمة منسقة يختم يوسف انصيري بالهدف الثاني. سدد الأولى وسدد الثانية والثالثة كانت ثابتة. سنتابع لعادة مرة أخرى فرحة المدرب وحيد وكذلك مصطفى حجي بعد هذه العملية المنسقة التي ختمها يوسف. ثلاث لمسات، أربع لمسات بين منطلقة سريعة، فرصة 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 فرصة، هو جول هو جول هو جول هو جول. روعة يا حكيمي، روعة يا حكيمي، أي طريقة هذه وأي انطلاقة هذه وأي تسديدة هذه. ذكرنا بتألقك في ليلة الأبطال، ليلة النجوم مع المارد الأصفر بروسيا دورتموند. الانطلاقة من أروع ما يكون والتسديدة كذلك من أروع ما يكون. الكرة تستقر في المرمى. اليوم يومك يا حكيمي، واليوم اكتشفناك كجناح أيمن كما اكتشفناك كذلك كجناح.